أثر الكلمة في تحديد مصير ومستقبل أولادك. لماذا أغلب أولادنا لا ثقة لديهم ولا يعرفون أين مكانتهم في الحياة؟ استمعوا إلى قصة حقيقية لمعلمة غيرت أسوأ فصل في المدرسة وجعلته أفضل فصل، وكيف أغير مشاعر طفلي للأفضل بكلمات قليلة، كيف نتجنب العبارات السلبية ونتحايل عليها مع أولادنا، كيف نعلم أبناءنا الكلام الإيجابي ونبعدهم عن المشاعر السلبية. كل ذلك سنتعلمه في هذا الفيديو المهم جدا في تربية الأبناء. الكلمات لها تأثير على أنفسنا كتأثير السحر تماما، لأنها تؤثر على مشاعرنا، ومشاعرنا تؤثر وبالتالي على سلوكنا. لو تقول لنفسك أنا ما أقدر، أنا ما أستطيع، هل بالضبط زي ما بتقول لنفسك لا أنا أقدر أنا أستطيع، الأمر بسيط إن شاء الله ربي هيوفقني؟ لذلك وجدوا أن الأطفال في طفولتهم يسمعوا من 4500 كلمة إلى 5000 كلمة سلبية في طفولتهم. أنت ما تفهم، مخك تخين، أنت ما هتتوفق، مدري وشه. فالولد يتربى على أنه فعلا محطم وأنه فعلا كذا. فتجد أطفالنا معظمهم ما عندهم ثقة بأنفسهم، ما يعرفوا وين رايح في الحياة، وما يعرف إيش السبب. السبب أنه بيئته هي اللي نشأته على هذه الكلمات السلبية. خليني أعطيكم قصة كده لطيفة حصلت حقيقية. في واحدة من المدارس في أمريكا جاءت واحدة بتتعين معلمة اسمها ميرفا كوينز. ميرفا هذه كوينز مجتهدة، جاءت فالوكيلة قالت لها في أول يوم، قالت لها يا ميرفا في فصل أنت هتاخديه من الفصول، بس الله يعينك على الفصل هذا، الفصل هذا مشاغب، الفصل هذا شقي، الفصل هذا مستوى العلمي منخفض. فدخلت الفصل وبدأت تنظر في الفصل، فوجدت فيه طلاب زي كل الطلاب الموجودين في الدنيا. فأول حاجة عملتها طلبت من المعلمين والمعلمات اللي كانوا يدرسوا هذا الفصل أنه أوقفوا الكلام السلبي اللي تقولوه للطلبة. كان ماذا يقال لهم؟ أنتم مخكم تخين، أنتم أشقى فصل، أنتم مش هتنفعوا، أنتم كذا. فطلبت منهم أوقفوها، وبدأت تستخدم العكس معهم، قالت لهم أنتم أذكياء، وعملت لهم اختبارات صورية فعلا عشان تثبت لهم أن هم أذكياء. فبدأت تتغير نظرتهم لأنفسهم، وبدأت فعلا تزيدهم عطاء من الكلمات الإيجابية. أنتوا عندكم بس مخكم ليش ما أنتوا حاطينه في الدراسة؟ أبي مخكم في الدراسة، أنتوا أذكياء جدا، ما في مشكلة وتقدروا تعالجوها. وفعلا بدأ الطلبة يتقبلون هذا الكلام. بعد نهاية الفصل الدراسي الأول 30% من مستواهم طلع، لا غيرت جيناتهم، لا جابت لهم حبوب منشطة إطلاقا، كل اللي عملته استخدمت الكلام الإيجابي. لذلك هذا الكلام الإيجابي الله عز وجل ذكره في القرآن الكريم وأثنى على أصحابه، وهدوا إلى الطيب من القول. ليش؟ لأنه أنت لما تسمع كلام طيب دائما وكلام إيجابي دائما تبدأ أنت تستفز طاقاتك وقدراتك للشيء الأحسن والأفضل. في اللغة الإنجليزية يوجد 3000 كلمة تصف المشاعر، أحبك، أكرهك، أنا مكتئب، أنا زعلان، موجودة. الغريب أنه 1800 كلمة تصف المشاعر السلبية، 1200 كلمة تصف المشاعر الإيجابية، ونحن لسنا بعيدين عنهم. طيب الشيء الأغرب أنه استخدامات الناس في حدود من 40 إلى 50 كلمة فقط من هذه 1800 كلمة. يعني إيش؟ يعني أنت وأنت لو زدتوا من حصيلتكم اللغوية في بعض الكلام ممكن حياتكم تتغير. حاعطيكم مثال. لما أنت تقول للواحد والله يا أخي يعجبني فيك شهامة الفرسان، هل الكلمة هذه كل يوم نسمعها؟ أبدا، لكن هتهز بيها. أو الله يسعدك، هذه الكلمة تهز بعض الناس. أو يعجبني فيك، فيك نخوة الرجال، هذا الكلام يهزنا هز غير طبيعي. فهذه الكلمات أدعوكم أنكم تزيدوها في حصيلتكم، مو بس كذا، وكمان تخلوا أبناءكم يتعودوا عليها. هذا الكلام رائع، هذا الكلام اللي الله عز وجل خلقه، وهي اللغة العربية وهي أغنى لغة في العالم، أبغاكم تبدأوا فيها. طيب الكلام نفسه السلبي ممكن جدا نتحايل عليه، يعني بمعنى مو شرط إذا ابني سوى شيء أن أنا أتهمه بأنه غبي وأنه مخه تخين وأنه كذا، أبدا على الإطلاق. لا، أنا هذا الكلام اللي هو الكلام الإيجابي هو اللي يرفع من قيمة الإنسان. خليني أنا أعطيكم مثال حقيقي. الدكتور أحمد زويل وهو مشهور وعلم يقول عن نفسي: عندما كنت في المرحلة الابتدائية أمي كانت تضع على باب غرفتي دكتور أحمد زويل، تضع وهو للساعة في سادسة ابتدائي. يقول أمي كانت دائما تقول لي: يا ولدي يا أحمد، أنا أعرف أنك تطلع شيء مهم في الدنيا،
بس ما أعرف إيش هو، لكن أنا متأكد هتطلع دكتور، فإيش ما أعرف، لكن أنت دكتور. فيقول كلمة دكتور بدأت أسمعها وأنا عمري 8 سنوات 9 سنوات، بدأت ألفها، بدأت أسأل نفسي كيف أصير. هذا اللي إحنا نتكلم عنه، هذا هو. مش والله أنت مخك تخين، أنت ما تفهم، أنت كذا. مو بس حتى مع موظفيننا، لما أنا أعطيه له كلام سلبي أنا إيش قاعد أسوي فيه؟ قاعد أحطمه، قاعد ما أخليه أبدا يتحرك في الحياة. لذلك بعض الناس للأسف الشديد وصلوا إلى مراحل في حياتهم فقدوا الثقة تماما، ولما تشوفهم يقول لك أبوي لما كنت في المتوسطة، لما كنت في مرحلة المراهقة، كان دائما يقول لي كلام سلبي، عمره ما بل ريقي بكلام حلو، دائما يحطمني دائما. طبعا إحنا نعذر أبوه لجهله، نعذر أبوه لأنه كان وده يطلع على قولتنا رجال، نعذر أبوه لأنه وده يخليه كويس، لكن في النهاية أبناءنا وبناتنا هم اللي بيدفعوا الثمن، هم. فالكلام الإيجابي هو الذي أريده يعني معكم باستمرار في المناطق العسكرية، استخدموا هذا الكلام. كيف؟ في مدمرة تدمر قرى 5 كيلو في 5 كيلو اسمها MX معروفة، لما جوا العسكريين ينزلوها للناس في بعض الحروب اشمعزت قلوب الناس، فراحوا غيروها سموها بيس كيبر. لما تيجي ترجموها بالعربي حافظة السلام، فلما يجي في الأخبار يقول لك ونزلت اليوم حافظة السلام ومرت اليوم حافظة السلام، ما عندك مشكلة لأنه خفف لك هذه الكلمات. بعض الناس أكثر من ذلك، عرفوا في بعض الحانات الموجودة والعياذ بالله التي يعني تعطي خمور وما خمور وكذا، أنه لما يقول لك نحن هنا نبيع الخمور أنه النفوس تشمئز وش خمور وكذا، فغير الكلام قال مشروبات روحية. لاحظ معايا، فالكلام له تأثير في النفس البشرية. هو صح قاعد يضحك على الناس، لكنه الكلام نفسه له تأثير غير طبيعي على النفس البشرية. فأنا أدعوكم من هذا يعني البرنامج وهذا الكلام أنه يكون كلام إيجابي، سواء مع نفسك، ما تتكلم مع نفسك كلام سلبي، ما تقول لنفسك باستمرار هذا مستحيل، أنا ما أقدر، أنا فاشل، المهمة هذه صعبة، أنا ما أقدر عليها. هذا الكلام السلبي كفيل بأنه يقضي عليك، يحطمك دون أن تشعر، لأنه العقل اللاواعي يلقط الكلمة ثم بعد ذلك يدخل لك هي في السيستم ويبدأ يقنعك بيها. صدقوني هذا اللي بيحصل. أنا أذكر في مرة في واحدة من الجامعات كان عندي محاضرة وبتحدث بمثل هذه الأمور، فرفع واحد من الطلبة يده قال يا دكتور أنا عندي مادة صلي مرتين والله أعيدها. فقلت له قل لي بصراحة ماذا تقول لنفسك كل يوم وانت جاي للجامعة لهذه المادة؟ ماذا تقول لنفسك؟ ماذا تقول لنفسك لما توقف سيارتك في الموقف وتمشي هالمسافة ما بين سيارتك وما بين المحاضرة؟ ماذا تقول لنفسك؟ قال أقول لنفسي أمه داعي عليه ليأخذ عند هذا الدكتور، والله هالمادة صعبة، أعوذ بالله مين ينجح فيها. قلت له كم صار لك تقول لنفسك هالكلام؟ قال سنة. قلت له وأنا أقول لك من الآن لو استمريت تقول لنفسك هذا الكلام والله لا تقعد كمان سنة. قال ليش يا دكتور؟ قلت له إنك بتهيئ نفسك لمستقبل لسه ما جاء، قاعد تقنع نفسك به. فالكلام له أثر علينا غير طبيعي. طب وش العمل؟ العمل اعكس، قل هذه المادة سهلة، هذه المادة هنتصر عليها، هذه المادة ضيفة عندي أيام وستزول، ما في شيء اسمه صعب، مدام فلان وفلان وفلان نجحوا فيها أنا ماني أقل منهم، أنا هنجح فيها. هذا الكلام وغيره من الكلام الإيجابي هو اللي لازم أبناءنا. للأسف هذا الكلام لا يدرس في مدارسنا، لا يدرس في جامعاتنا، هذا نكتشفه بعدين في الحياة لما تمر السنين. لذلك أنت وأنت في حياتكم أريد كلام إيجابي مع أنفسكم، وكذلك كلام إيجابي مع أبنائكم وبناتكم. في الختام شاركوا الفيديو مع أحبابكم وأصحابكم لتعم الفائدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.